ختام مسك مع كاتب درامي وسينمائي، كتب وألف مجموعة من أهم الأعمال التلفزيونية والسينمائية أيضا. خلينا نذكر منها كليوباترا، أسمهان، نزار أباني، طيور الشوك، الأمواج المهاجرة وغيرها. وآخر أعماله كان فيلم أنت جريح، الفيلم السينمائي من إنتاج وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومن إخراج ناجي طعمي. اليوم بيسرنا نرحب بصباحنا بالأستاذ قمر الزمان علوش. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، نورتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وشكرا على التقديم. اهلا وسهلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بالبدايه حنبدا بعمل انت الجريح يلي انعرض الاسبوع الماضي بدار الاوبرا. خلينا نحكي انت الجريح، عنوان الفيلم، خلينا نحكي عن قصته ومين هو الجريح اللي قصده انت كمان. سؤال كبير ويعني وشرحه يطول، يعني بدي احكي الفيلم لكن فيني اختصر بعبارات قليله. له ارتباط شديد بمقولة الفيلم الكبرى، له علاقة تماما بالأحداث التي جرت داخل الفيلم. هو تظهر هذه الكلمة بآخر الفيلم تماما. أبعاد الفكرية وأبعاد المرتبطة بذاكرة الحرب البشعة كلياتها موجودة بهي، لأنه يعني نحن عندنا حرب دامت 10 سنوات، ملايين البشر، ملايين الأرواح تأثرت وتأذت، يا موتى شهداء، يا جرحى، يا ناس بلا أرواح يعيشون بيننا الآن. كلنا اليوم نسير في ونجلس ونقوم وننام وفي عنا جرح. في عنا جرح. في عنا جرح. إذا هذه المقولة مرتبطة تماماً بالأثر العام للحرب. الأثر الرمز الآخر اللي بنيت عليه الجملة أو هذا الخطاب هو إنه في جرح أكبر من جرح، وفي جرح ما أنا مسؤولة عنه الحرب فقط، إنما تاريخنا الاجتماعي، ثقافتنا الاجتماعية، بيئاتنا إلى آخره، تركت صورة ما تسلل إلى من يجرحنا. البطلين اللي هن نايا وإياد هن من بيئتين مختلفتين. تمام. ونايا فضلت هذا المختلف بيئيا على ابن بيئة سري، يعني ضرير فضلته على سري، شاب مكتمل لكنه وأيضا سري، مع ذلك فضلت أنه تقترن أو تحب أو تعطي قلبها لرجل مختلف عنها بالبيئة. ليش؟ لأنه اختارت الفكرة. تمام. هذا اللي أنا طرحته، أنه بالنهاية يعني إحنا عنا حرب رح تنتهي، بس كيف بدنا نكمل بعدين؟ كيف بدنا نبني بناء مرحلة جديدة؟ لابد من أنه نفهم هذا، يكون عندنا هذا الوعي الجديد وأخذ القرار المناسب، ويمكن تفضيله لأنه يمكن بيكون بلسم لهذا الجرح يلي نحن بالضبط عم نحكي عنه. خلينا أستاذ نروح نشوف كيف كانت أجواء الفيلم، وخلينا نشوف الفيلم ومنرجع منكبي حديثنا. Thank you.
تابعنا فيلم أنت جريح، تابعنا، خلينا نحكي كيف كانت ردود فعل الناس. أنت كنت متواجد معهم بدار الأوبرا وقت انعرض الفيلم، خلينا نحكي عن ردود فعلهم كيف كانت. ردود الفعل اللي التقيتهم بعد نهاية الفيلم بصالة ببهو الأوبرا وهم كسر وعلى كل المستويات، يعني لقيت عندهم ارتياح تام للفيلم، حتى انهم يعني السيد وزير الاعلام اللي شيء يعني فوق الجيد، شيء مقدمين عمل مادي بترفع الراس للوزاره، السيد وزير الخارجيه قال هاي الروح هي اللي خليتنا ننتصر يعني. والباقي كله يعني اجتمع على كلمة انه بكيتنا يعني. تمام، معلش يبكوا لانه نحن كمان عندنا مآسي بدنا نبكي طبعا. تمام صحيح، يعني الله يرحم كل شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والله يطول بعمرك. تسلمي يعني. وهذا تسلمي. يمكن الإبداع يلي قدمته نحن اليوم كثير بحاجة له، غصتك هي غصة الكل يمكن. يطول بعمرك. خلينا نرجع إلى الفيلم. اليوم كثير أعمال إن كانت درامية وإن كانت سينمائية هي حاكت واقع نحن مرقنا فيه، إن كان من حرب، إن كان من وجع، إن كان من ألم، ولكن بالفترة الأخيرة صرنا نشوف الناس لا خلص ما عاد بدنا نرجع نتذكر. اليوم قديش مهم العمل، هو قديش هو قوي العمل لحتى أثر بعدد كتير كبير من الناس، قديش هو فعلا هو عمل كامل ومتكامل. خلينا نحكي عن تفاصيل العمل لحتى قدر يوصل لقلوب كل الناس. شفنا أعمال كتيرة ولكن العالم بتقول لا خلص أنا ما عاد بدي أشوف هذا الوجع. خلينا نحكي عن بداية العمل، كيف خطرت الفكرة؟ مع مين نتعامل؟ مع أكيدنا نوجه تحية للأستاذ ناجي طعمي المخرج، ونحكي عن الكوادر والتعامل يلي هو أكيد هذا العمل هو ما نجهد شخصي، هو جهد كامل ومتكامل من أشخاص عن جد تعبوا. أولا الفكرة الأولى اللي انطرح بسؤالك إنه في ناس عم بيقولوا تعبنا بأخبار الحرب وعشناها وما أنا برأيي هذا كم مهمل وتفكير كتير سطحي وما حدا رح يرد عليه. عندنا حرب نحن كانت يمكن من أقسى الحروب بتاريخ البشرية كلها، وعندنا قصص، هاي القصص مين بده يوصلها لأولادنا ويوثقها، وأكثر تعقيدا وحملت من الذكريات الفظيعة ما لا يحد. فأنا أتجاهل بهيك كلمة إنه أنا ضجرت، اتجار أنت، بس عندنا نحن أجيال وتاريخ بده تسجل في ذاكرة للناس، ذاكرة جمعية لازم نفسرها، لازم نوضحها، لازم نضيئها من كل جوانبها. 100 عام ما بتكفينا تغطية لهذه الحرب. أنا برأيي بده يضل بعد 100 عام ينكتب عن هذه الحرب، أو أنه ينعمل عنا أعمال فنية وإلى آخره. الفيلم أنا هو قديم على فكرة، يعني كاتبه مشي 5 سنين تقريبا. يعني الفكرة قديمة، بس نتيجة أنه ما بدنا نطرح انه في بمجتمعنا جناحين، لا في جناحين. تمام. في جناحين، ليش صارت الحرب؟ شيل العوامل الخارجية، في بس في اسباب نحن داخلية، نحن كنا ابطالها يعني. صح. نحن اخذنا دور تخريب بلادنا بغض النظر عن السياسي، بغض النظر عن الاجتهادات النظرية الى اخره، عندنا مشكلة حقيقية كان. أنا دائماً بطرحه للسؤال يعني إنه نحن عندنا مجتمع حضاري بشكله العام، مجتمع أدى، وعندنا كتير عظماء بكل نواحي وشؤون الحياة قدمناها للآخر. يعني لما بدنا نعد ونوصف هذا التاريخ حتى من بداية الاستقلال لحد الآن، يمكن يصعق اللي يسمع اذا ما بيعرفنا انه ليش صارت هيك حرب عندكم لكان؟ هذا السؤال بدنا نواجهه نحن. نحن صارت عندنا الحرب لانه كان في خطأ جسيم وقعنا فيه. طبعا مو انا وانت يعني.
اللي قادوا البلاد، اللي أداروا البلاد خلال هذه المرحلة، يعني خلال دائما المتداول دائما انه ابطال الجيش العربي السوري بيكونوا من طبقه فقيره، طبقه متوسطه، بس انت بفيلم انت جريح اعطيتنا وجهه نظر مختلفه، خلينا نحكي شو السبب. ما خليتيني كمل الفكره وهي ضروريه جدا اذا بتريدي. نحن منذ بدايه الاستقلال كان في اجتهادات وكان فيه يعني عزيمه واراده لانه يوحدوا مجتمع مستقل لينهض بطاقاته ويعملوا دولة حقيقية. منذ بداية الاستقلال بدأ هذا الإحساس، لكن كان في خطأ تقني بدك تقولي، إنه قالوا نحن مجتمعنا نحن نوع من التكوينات الاجتماعية والثقافية والبيئية والفكرية مختلفة، وهذا لازم نعترف فيه. يعني عندنا من الطوائف كذا، من الأعراق كذا، عندنا من الطبقات كذا إلى آخره، بس بدنا نوحدهم نحن داخل دولة ونعمل دولة عصرية، واشتغلوا على هذا الأساس. بس وين الخطأ اللي عم بقلك عنه؟ الخطأ إنه جمعوا هذه القطع الجميلة، هاي التكوينات الجميلة، عملوا منها قطعة نسيج بآلة الخياطة. الحقيقة هو اللي بده الأفضل كان والأسلم والكان في له أمال للمستقبل أكثر لو استبدلنا آلة الخياطة بآلة النسيج. يعني دخلنا الخيوط ببعضها، عشقنا الألوان ببعضها، تطلع عندنا نحن لوحة ونسيج جميل ومتين وفينا نكبر فيه بالعالم كله وناخذ مكانتنا بالعالم. هون الفكرة إنه عملنا آلة خياطة، لذلك كان سهل تمزيقه. تمام. مشان قلت لك الفكرة ما بتخوف أبدا، لكنها حقيقة هي تاريخية. السؤال الثاني عن أبطالنا، أبطال الجيش العربي السوري. هلا ما فينا نحن ننكر إذا واقعيا أن يكون فيه ناس من كل الطبقات أخذت مواقف منذ بداية الحرب، رفضت هذا الهجوم. أنا بسميه صراع حضارة مع الهمجية، وصار مين يدعمها من الخارج ويمولها وإلى آخره، لأنه عندهم ترتيبات سياسية للمنطقة. لكن الحقيقة إذا أنا عايش الحرب ساعة بساعة، ماني عايشة يوم بيوم، عايشة ساعة بالتفاصيل بساعة. إيه كل طبقات البلد، المجتمع، كل طوائفه، كان في مين يتحد مع الآخر ويقول منذ اللحظة الأولى، وهي المسيرات الأولى بالمرحلة الأولى أكدت ذلك، أنه أنا وأنت تحت علم واحد، فأنا وياك، أنا جاي احتفل معك وأقوم احتجاجا على اللي صار، أنا جاي أقول لك ما راح أقتلك وأنت المفروض تكون حامل نفس الفكرة ما راح تقتلني. تمام. تحت هالإطار هذا الحقيقة تواجهت الحرب، لولا هيك كانت آلامنا أكبر وعذاباتنا أكبر، ويمكن ما كنا موجودين الآن دولة وشعب أو مجتمع. لذلك نحن يعني بدك تقولي هبة إلهية إنه كان عندنا رصيد وطني، تاريخ مشترك وطني، ما في إنسان عاقل في ينكره، لحتى وقفنا على إجرينا بطريقة أو بأخرى. نعم أستاذ، أكيد بدي أرجع على شيء أنا حكيته من شوي، وهو العمل المتكامل، والنجاح هو أكيد ما على حدا، أكيد هو عمل بيكون متكامل وجهود كثيرة. خلينا نحكي عن التعاون مع الأستاذ ناجي، وخلينا نحكي يمكن بعد ما شاهدته للعمل كيف كانت مشاعرك؟ هل هالكتابة وهالتعب وهالوقت يلي انت جسدته على ورقة هو انطرح برؤية صحيحة حبيتها حضرتك؟ ردود الفعل ايه طبعا، ردود الفعل اعطتني الجواب مباشرة انه كان العمل على مستوى حضرتك. التعب ردت فعل حضرتك؟ لا ردت فعل الجمهور. انا اللي بحكي على حضرتك، عم قلك يعني أوكي. فبالتالي هذا شجعني اني انا يعني ما بدي اقول يعني شجعني على انه انا عملت عمل متكامل، لا
كان فيه بعض الهنات إذا بدي سميها، وما سبب النص بعتقد. الصديق ناجي أنا وياه أول عمل بيتحول فيه من مونتير إلى الإخراج الدرامي هو عمل إلي، أخذ جوائز كثيرة وكل فضائيات الوطن العربي عرضيته بستان الموت عن الانتفاضة الفلسطينية، فبالتالي أنا مرتاح للتعاون معه. لكن في حقيقة بعض النقاط أو المحطات بالفيلم أو بعض المشاهد ظلمت، بس لسه ما عرفت إنه ظلمت من قبل ناجي، اختصرت، ما تبدل شيء بالعمل أبدا بس اختصرت. كانت يعني لو بقي الحوارات متكاملة بهذه المحطات كانت الإضاءة أوضح والرؤية مدهشة يعني. أم إنه الرقابة لعب الدور؟ بعتقد كل الأحوال أنا ما وقفت عندها وأنا راضي على العمل بالمطلق يعني ما في كلام، وجهد مشكور الجميع، كلهم شبابك حلوين، وهي العظيمة نادية خوري، السيدة نادية خوري عملت عمل أنا بعتقد من أعظم الأعمال عندها، وبعتقد استثنائي بالنسبة للسينما عندها. يعني بعد 100 عام راح يقولوا بدت الناس أمهات الشهداء، بس بدهم يذكروا دائما الفنانة العظيمة نادين، لأنه مثلت الجميع، مثلتهم بكل طاقة روحها بكل طاقة قلبها. فهذا الشيء هو فن يعني، هذا الفن بينقص هون، وعمليا أي عمل فني ما ممكن يكتمل إخراجيا يعني، في أشياء صعب تحقيقها يعني. أنا مثلا مبروك هالعمل يلي لاقى نجاح كتير كبير، وأكيد بنتمنى يوصل للعالمية، وبدنا نطلب من الناس أكيد كلهم يحضروا العمل لأنه كتير حلو. هلا في بعد دار الأوبرا رح يكون بعرض جماهيري، عرض طبعاً جماهيري طبعاً أكيد طبعاً. وإيه طبعاً هلا العمل انا بالنسبه لي يعني كان على الشكل التالي، انه نحن بدنا نقدم عمل بعيد الجيش، نقدم له تحيه ما تمام. على هذا الاساس كتبت العمل انا. الحرب بدها اعمال كثيره يعني، بدها جهود عظيمه من كل الكتاب والفنانين وسادة الانتاج، كل هذا لازم يتعاون في المستقبل. الفيلم أنا بدي النسيج الإنساني فيه، هون يعني استخدمت الأسلوب يعني كل ما أملكه من عاطفة، من حب لهذا البلد، لناس هؤلاء اللي حمونا إلى آخره، حاولت أني أشحن فيها طاقة هذا الفيلم. يبدو إن شاء الله توفقنا، بس أكيد بالأعمال القادمة رح يصير فيه يعني أشواط وخطوات إلى الأمام أكثر. طيب هل في أعمال قادمة قيد الإنجاز ولا لا لهلا؟ هلا لابد لي أنا عملين هلا واقفين بالإنتاج. مشكلتنا نحن دائما الكتاب، نحن والرقابات دائما على ضفتين ضراير يعني كله شلف حجارة يعني. بجوز لأنه الحرب هلأ عم تفرض على الرقابة شوية خطوط محظورة أكثر من اللازم، لكن بعد ما بتنتهي الحرب وبتصير تسوية اجتماعية لازم يخلونا ننبش كل العفن اللي كان وراء هذه الحرب. أكيد لازم فعلا انه نحن نوصل الحرب بحقائقها الكبرى عشان ما نوقع فيها ثاني مره، هي اذا بدنا نعمل بلد من جديد. ونحن اكيد بحاجه مثل ما ذكرنا بالبدايه استاذ لاعمال انه هي تعيش لاولادنا، تحكي لهم حقائق لاولادنا من خلال الاعمال السينمائيه ان كانت او التلفزيونيه. نحن وقتنا خلص، ولكن بدنا نتشكرك، بدنا لك مبروك الفيلم مره جديده، موفق اكيد، ودائما ننطر اعمالك استاذ لانه عن جد بترفع الراس. شكرا ونحن فخورين فيك. شكرا كثير، طول بعمرك. بشكركم كثير،
بشكر التقديم الجميل. هلا وسهلا. بشكر خصوصا الاسئله الذكيه جدا. هلا وميت. اللي خليتني شوي هيك احكي يعني شيء. ونحن بدنا نتشكر روحك الحلوه. الف شكر. شكر. الف شكر لكم. وسلامي للاخباريه طبعا.